بالمشفى، ضليت شهر وحوالي شهر ونص بالمشفى. كان شعور في شعور ألم كتير، كان عندي ألم يعني على طول بدون راحة، دائما ألم. كان عندي توتر، كان عندي خوف إنه أنا رح أرجع أوقف ولا لا. بعدين الحمد لله إنه بمساعدة هذا الشيء ما بينتسى، يعني هذا الشيء شلون بدي ينتسى وانا فقدت فيه يعني اغلى ما عندي، هو اللي فقدت فيه ابويا وبنت اختي، فقدتهم يعني هدول اغلى اشخاص عندي، فقدت فيه انه قدمي وهيك، يعني اكيد شيء هذا شيء. لما كنا هون بالمشفى ضليت شهر وحوالي شهر ونص بالمشفى. كان شعور في شعور ألم كتير، كان عندي ألم يعني على طول بدون راحة، دائما ألم. كان عندي توتر، كان عندي خوف إنه أنا رح أرجع أوقف ولا لا. بعدين الحمد لله إنه بمساعدتي ومساعدة المعالجة ومساعدة الأطباء كلهم، الحمد لله حسنت أرجع أوقف من جديد. وقطعت هاي الفترة الصعبة، كانت كتير صعبة من حياتي، قطعتها الحمد لله. قدمت تاسع ونجحت، وهاي كانت رغبة أبويا، لهيك أنا كتير فرحانة إنه حققت رغبة أبويا.